بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، نحو انطلاقاتنا وشوطنا الصعوب الثالث ينطلق على حضراتكم، خصص للفئة الإبكار. نسير مع المركز الأول أيضا مع صدارة الشوط وبقيادة محمد بن الحميد الوهيبي، منطلقا مع المركز الأول المركز الثاني، هناك مع المركز الثاني وانطلاق الطيارة، مطر بن سالم الحجري على المركز الثاني المركز الثالث، الشهنية خالد بن محمد الوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع، مناور سالم بن عبد الله العمري على المركز الثالث المركز الرابع، مهدية مبارك بن عامر الوهيبي ينطلق على رابع المراكز خامس المراكز، والوصول من الجانب الآخر الشهنية عبد الله بن حمد المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط. أتقدم مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط مع القيادة هذا الشوط. يا سلام اللي تقدمت شانية عبد الله بن حمد المالكي نحو الصدارة ونحو المركز الأول، ولكن الواصل الشهنية خالد بن محمد الوهيبي على المركز الثاني. القدوم من شان ياسر بن سالم الدويكي من ينطلق من الجانب الآخر مع شان نحو المركز الأول. يا سلام تقدم الكل مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، لكن غيرت شان نحو المركز الأول نحو الصدارة ونحو القيادة محققا الناموس والانتصار. تهانينا والناموس ما شاء الله تبارك الله. هذه شان ياسر بن سالم الدويكي المركز الثاني. كانت هناك الشهنية عبد الله بن حمد المالكي المركز الثالث، الشهنية خالد بن محمد الوهيبي. دقيقتين وسبع هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.